نحكي عن انتقالات اللاعبين التونسي خارج تونس خاصة، والبطولة المصرية اللي أصبحت وجهة مفضلة للاعبين التونسيين هي والسعودية بالطبيعة. معنا لاعب منتقل حديثا من الملعب التونسي للنادي المصري البورسعيدي اللي ولا يضم جالية تونسية مهمة جدا متمثلة في الكوتش معين الشعباني مساعده مجدي تراوي أيضا الياس جلاسي، والتحق بهم المدافع الأيسر للملعب التونسي هيثم العيوني موجود معنا بالتليفون. هيثم أهلا بيك. مرحبا بك خويا سلام، مرحبا بك تسمع فينا الكل خويا. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله يا خويا. دونك كما كنت نحكي هيثم، ما شاء الله جالي وليتو في مصر، في المصري بورسعيدي خاصه. صحيح صحيح، ستاف الكل بقيت في معين الشعباني في مجدي، وانا والياس تو معناها ثم معناها حاجه باهيه، معناها الناس الكل معناها تعرف الوجه المصريه تو معناها من احسن الوجهات. صحيح. باهي هيثم، حكينا شوية على كواليس الانتقال، كيفاش كان، شكون اتصل بيك؟ أكيد معين الشعباني هو مساهم بدرجة كبيرة في الصفقة هذه. كيف ما قلت انت، صار كونتاكت معناها مع كودش سي معين معناها سي مجدي، معناها تحدثنا فمش امكانيه معناها باش نعزز الفريق في المرحله هذه، ومن بعدك الفريق دخل في كونتاكت مع الملعب التونسي والحمد لله ربي وفقني. هيئة الملعب التونسي ما كانتش معارضة للانتقال نتاعك، خاصة الفريق مبقى قادم على رهانات كبيرة منها العودة لمكانه الطبيعي الباقلي في الناسيونال. لا مش نقول لك ما كانتش معارضة، معناها صارت شوية يعرفوا اللي كي يجي يعرض معناها الجمهور في المرحلة هذيا باش يخرج جديد يتطور معناها، ويجي يعرض معناها ماهوش في وقته معناها، صارت شوية حاجات لكن بعديك تفهموا اللي لازم نخرج، ومن بعديك تفهموا كل شيء معناها جاتني سهلة في الآخر. انت كبشت في الخروج؟ والله تفاهمنا معاهم، انا مش حكيت كبشت، اما هذيك هي تعرف تو معناها في كرة القدم تو هذيك هي الكورة، عديت عامين ونص هكاك 3 سنين في الملعب التونسي، ما بخلتش حتى قطرة عرق، حاولت نعاون باللي عندي، جات واحد اوفر معناها خاصة كي يجي معناها من نادي المصري البورسعيدي وعلى راسه سي معين معناها اللي هو كان طالبني، و ما نجمش نرفضها معناها، وان شاء الله نكون على قد الثقه اللي حط فيها الكوتش. ترانسفير كاين ولا فسخت الكونترا مع ستاد ولا كيفاش بالضبط؟ لا لا ترانسفير ترانسفير. قداش خذيت ستاد؟ والله هذيك معناها بيناتهم يا خويا باهي بيناتهم. باهي، شنو هي طموحاتك هيثم في التجربه الجديده هذه مع فريق يلعب تلعبوا كاس الكاف هكا من شغلت؟ ان شاء الله هي مازلت معناها جمعه 10 ايام معناها فاز بول معناها في كاس الكاف. موتين مو قعدت واقفه كاس الكاف، نسيت انا شكون يلعب وشكون ليه. لا لا قاعدين نحضروا نحن، انا ملي جيت معناها من النهار الاولاني دخلت المجموعه نتدرب معناها، وكان الجو باهي والناس الكل معناها كونسنتري على الفاز بول هذايا، وان شاء الله ربي يوفقنا. دونك طموحاتك شنو هي تولي كنت ولا الفريق هيك؟ طموحات خويا اللي انا الشخصيه معناها واحد لازم يزيد يخدم على روحه، وكيف كيف المصري البورسعيدي معناها مانيش معناها كيف تاع تفادليك ولا حاجه، واحد باش يزيد يضرب في التصويره ويزيد يحاول يقدم الاضافه ويكون على قد الثقه اللي حطها فيه الاطار الفني على راس في معين، وان شاء الله ان شاء الله معناها نقدموا مراحل باهيه معناها في الكاس هذه الافريقيه. كيفاش دخلت؟ كيفاش لقيت الاجواء؟ غادي اكيد الياس دخلك بالباهي. صحيح كيف ما قلت معناها من النهار الاولاني واحد ما حسش اللي هو غريب، وكيف ما تعرف زاد سلام معايا قلت شفت من اللي معناها هو سابقني وستاف معناها تونسك اللي تلقى روحك في الجو معناها، وكيف ما تحس روحك ماكش فيه كيفاش جديده معناها دير هيك دخلت في الجو، والباقي خويا ان شاء الله ربي يسهل في كل ما صعيب وهذه قدم الاضافه المطلوبه منه. البارح اكيد نتصور تابعت مقابله الفينال بين مصر والسنغال، نتصور سبيسيال شويه تكون كنت تتفرج المنتخب المصري في الفينال وانت غادي في مصر. صحيح صحيح، تعرف اللي الناس الكل معناها كيفنا نحن في تونس كلها مغرومه بالكوره معناها، وديسيبسيون كبيره برشا صارت، كلها كانت تعمل باش المنتخب المصري يهز على غالب ما كتبش معناها باش يوفقهم ربي ويهز الكاس الافريقيه، هذيك اللي حب ربي. يعطيك الصحة، شكرا لك. عاش في الآخر كانت حاب تعدي رسالة هيثم الأحباء استاد والله أنا يعني نحب نقول لأحباء استاد معناها
إن شاء الله ربي يوفقهم. أنا باش ترجع الجماعية لبلاصتها في القسم الأول، وثم تبارك الله معناها جوارات تنجم الناس الكل تعمل عليها وستاف تكنيك تعمل عليهم باش يرجعوا الجماعية لبلاصتها. وحاجة ثانية معناها نحب نشكر الكابتن معناها سي معين اللي حط فيه الثقة هذه، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية ونعطي الإضافة المطلوبة مني ونعاون نادي المصري بوسط عادي معناها باللي ننجم معناها ما ندخل حتى فترة العرق إن شاء الله. ببليك ستاد نصور تغشوا عليك شوية. عندهم الحق يا اخوي، عندهم الحق. ما الحمد لله واحد خرج من عندي انا معناها خرجت مرتاح، وثم برشا معناها فرحوري بالخرجه دي والكل عارفه معناها عادي معناها عادي. يعطيك صحة، شكرا لك هيثم، بالتوفيق إن شاء الله ليك. المعين الشعباني ماجد يعيش جراوي والياس الجلاسي، إن شاء الله تألق صناع في كأس الكاف، لما لا نهائي يكون مع السي اس اس، نهائي تونسي وفي برشا ملاعبية تونسي ومدرب تونسي. بالتوفيق هيثم العيوني، اللاعب السابق للملعب التونسي. هكا نكملوا فير بلاي اليوم. شكرا أنيس جويني في الإخراج، تقوى بسارة في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات.